وأعطي الكلمة الآن لممثل الجزائر. Merci, Monsieur le Président. شكرا يا سيادة الرئيس. هذا هو التصويت الأول لوفد الجزائر منذ بدء ولايتنا في مجلس الأمن، وكنت أود أن أجد نفسي في مجلس متحد بشأن مسألة هامة بل بالغة الأهمية بالنسبة إلى الأمن البحري والاقتصادي في البحر الأحمر. من نافلة القول يا سيادة الرئيس أن الجزائر تولي أهمية قصوى لصون الأمن البحري في هذا الممر البحري. هذا هدف أساسي يتجاوز الحدود الوطنية. صون الأمن البحري ينبغي أن تتحد حوله جميع الدول لضمان التدفق التجاري في إطار القانون الدولي. أشكر مقدمي مشروع القرار على الاستماع إلينا وعلى إدماجي بعض ملاحظات الوفد الجزائري في النص المعروض عليكم، ولكن وللأسف فإن الشواغل الرئيسية لوفد الجزائر فيما يتعلق بعنصرين هامين في مشروع القرار الذي عرض علينا، هذه الشواغل إذن لم تؤخذ في الاعتبار رغم إصرارنا وتشديدنا. أولا، نعتبر أن أي تدخل عسكري في المنطقة وتحديدا في اليمن ينبغي التعامل معه بأقصى درجات الحذر، ولا سيما في مواجهة الحوثيين في اليمن. أي تدخل يمكن أن يحمل في طياته مخاطر ستعقد بل وستقضي بشكل كامل وبلا رجعة على الجهود التي بذلت بشق الأنفس بقيادة الأمم المتحدة ومختلف وكالاتها، ولا سيما جهود هانس جونبرغ بغية تهدئة التوترات في المنطقة. فالواقع أن المفاوضات الأخيرة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين قد أدت إلى الكثير من الآمال في منطقتنا، مع فتح آفاق جديدة لتسوية النزاع اليمني ومن أجل مرحلة جديدة من السلام والأمن من أجل الشعب اليمني الذي طالما عانى من كل هذه الانقسامات. ثانيا، لقد عمل وفدي بشكل نشط مع مقدمي مشروع القرار حتى يتسنى لمجلسنا لدى النظر في مسألة الأمن البحري في البحر الأحمر، حتى يتسنى له إذن ألا يتجاهل أو ألا يغض الطرف عن الرابط البديهي والذي يراه كل منا، الرابط الكائن بين هجمات الحوثيين على السفن التجارية وبين ما يحدث منذ 3 أشهر في غزة. الحوثيون أنفسهم يقولون ذلك سواء كانوا محقين في ذلك أم لا، وينبغي أن نأخذ ذلك في الاعتبار كذلك. فإن المجلس لا يمكن أن يتجاهل المشاعر التي أثيرت في العالم العربي والعالم الإسلامي بسبب القصف العشوائي للسكان المدنيين الأبرياء ومجازر أودت بحياة النساء والأطفال. كل ذلك قد أودى بحياة أكثر من 23,000 شخص في صفوف المدنيين الفلسطينيين على مدار أشهر 3،
وأنا لا أحب اقتباس وتكرار هذه الأرقام. لدينا 300 قتيل كل يوم. هذا النزاع هو الأكثر فتكاً عبر العالم. وأخيراً، وإن كنتم بحاجة إلى دليل على هذا الرابط بين القرار الذي اعتمدناه تواً وبين ما يحدث في غزة، تذكروا ما يلي. يوم الأربعاء الماضي كنا 15 حول هذه الطاولة، 15 عضواً في مجلس الأمن. كلا، كان هناك عضو 16، أعني ممثل القوى القائمة بالاحتلال، ممثل الجلاد في غزة. لذلك يا سيادة الرئيس، فضلنا الامتناع إزاء مشروع القرار هذا، لأننا لا نود أن نكون مرتبطين بنص يتجاهل 23,000 من الأرواح التي فقدت في هذه الأشهر الثلاثة الأخيرة في غزة. شكراً. أشكر ممثل الجزائر على بيانه.